يهدي الأرواح يشفي الأتراح. هذا القرآن نور وضاح، يهدي الأرواح يشفي الأتراح. هذا القرآن نور وضاح، جمال بيانه فينا يروينا ويحيينا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله وبياكم مشاهدينا الكرام، وجعل الجنة مثوانا ومثواكم. أهلا بحضراتكم ومع حلقة جديدة من برنامج حادي الركب. انتهينا بفضل الله تعالى في اللقاء السابق من سورة آل عمران، واليوم نبدأ بإذن الله تعالى في سورة النساء. معكم ضيف في الاستوديو مشرفني، معلم قرآن وقراءات، الشيخ بلال السيد. منور شيخ بلال. مرحبا بك يا مولانا. يعني أسعد بك في هذا اللقاء. سعادة لنا مولانا. ربنا يرفع قدرك. ورد اليوم بإذن الله تعالى من أول سورة النساء إلى الآية الخامسة، من أول سورة النساء إلى الآية الخامسة. نفتح المصاحف، واللي حابب يتواصل معنا إن شاء الله يعني يتواصل معنا عبر الأرقام التي تظهر تباعا على الشاشة أمام حضراتكم. يبدأ الشيخ بلال. جاهز؟ إن شاء الله. ولا تفصيل؟ جاهز إن شاء الله. الجاهز أسهل، يعني التفصيل بياخد وقت كبير يعني، صح؟ إن كان التفصيل بيطلع أضبط يعني. بيطلع أضبط بس بياخد وقت، وإحنا في عصر السرعة. صحيح. يبقى أنت جاهز إن شاء الله. طيب ابدأ إن شاء الله مشكورا مأجورا بتلاوة الورد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. وآتوا اليتامى أموالهم، ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب، ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم، إنه كان حوبا كبيرا. وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع، فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم، ذلك أدنى ألا تعولوا. وآتوا النساء صدقاتهن نحلة، فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا. ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما، وارزقوهم فيها واكسوهم وقولوا لهم قولا معروفا. ما شاء الله عليك، قراءتك ممتازة ما شاء الله. بارك الله فيك. بس انت قلقان شوي. طيب خلينا ايه ناخد بقى ايه آية آية، وزي ما انت كنت بتتابع البرنامج وعارف ان احنا بناخذ كل ايه ونعلق على الاخطاء الشائعه فيها وعلى الوقف والابتداء، وان كان هناك متشابه. طبعا احنا لسه في بدايه الصوره، مفيش متشابه، وعايزين نلغي موضوع المتشابه دوت بصراحه. شايف ان ايه يعني اللي بيحفظ معنا يعني ربع تقريبا في الاسبوع،
فمش هيلحق يضبط معانا موضوع المتشابه. صحيح. فخلينا ناخذ الوقف الابتداء والاخطاء الشائعه. واحنا عندنا يعني في هذه الايات اخطاء بيقع فيها كثير من الناس فعلا، فخلينا نقف عند كل الاخطاء باذن الله تعالى في هذه الحلقه ان شاء الله. طيب، بدايه السوره بنداء: يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا. الكل عمال اقطع، لو في حد بيقطع يقطع كده. وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. اول وقف بيقابلني وقف تام على نساء: واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام. وقف كاف: إن الله كان عليكم رقيبا. وقف كاف. يبقى عندنا وقف تام على نساء، وعندنا على الأرحام وقف كافي، وعلى رأس الآية وقف كافي. تمام، دي الوقوفات اللي في الآية، ثلاث وقوفات. نعم. إيه الأخطاء الشائعة بقى؟ كثيرة يا مولانا. طيب خلينا يعني نتكلم فيها. يعني يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم، القاف مع الكاف. نعم. يعني نفس تفخيم القاف عن ترقيق الكاف. تمام. يعني كثير جدا من القراء والمقرئين وغيرهم بيخلطون بين تفخيم الفخم وترقيق المرقق. لذلك ابن الجزري رضي الله عنه جعل فصلا في متن الجزرية اسمه باب استعمال الحروف. تمام. قال: فرقيقا مستفلا إلى آخره، وحتى ذكر بعض الأمثلة فيها تقارب المرقق مع المفخم. تمام. من أجل أن ينتبه القارئ إلى تفخيم الفخم وترقيق المرقق. بالذات بقى شيخ بلال، أنا معك في هذا، بالذات لما يكون الحروف فيها تشابه. صحيح. زي الطاء مع الدال ويشابهها إيه؟ التاء. صحيح. والضاد ويشابهها في المرقق الدال. والصاد ويشابهها في المرقق السين. صحيح. والظاء ويشابهها في المرقق الذال. والقاف ويشابهها في المرقق الكاف. حرفين بس من الحروف التي تفخم قولا واحدا ما لهمش شبيه، الغين والخاء. صحيح. في المرقق. تمام. فعشان كده الناس بتخاف لما يجي حرف من الحروف ديت مكسور في ضعف، بيخاف ينزل بيه لمرتبه المكسور حتى لا يبدله بايه؟ بحرف اخر. فنقول له: خد بالك انت عشان تبدي لازم تغير المخرج بالكامل. صحيح. تمام. اهدنا الصراط المستقيم. تمام، احسنت. تمام. فهنا نقرا هكذا: خلقكم. تمام. خلقكم. تمام. خلقكم من نفس واحده في غنن كثيره. طبعا نتم الغنن ونساوي في مقادير الغنن. احسنت. حركتان في كل غنن. طب خلينا اختلف معاك في موضوع في موضوع الحركتين ده. تقدير نسبي. ايوه نعم، احسنت. يبقى احنا خلينا ايه نبقى فيه دقه شويه. صحيح. مش بتكلم عليك انت، انا بتكلم على ده موجود في الكتب بالفعل. يقول لك الغنه مقدار تقدر بمقدار حركتين. صح كده؟ مش بيقولوا كده؟ صحيح. نقول لهم: يا جماعه ماشي، لازم تكتب كده على سبيل التقريب، والاصل هو المشافهه. ليه؟ لان زمن الغنه في طبيعه القراءه يزيد عن الحركتين. صحيح. يعني انا بقول لحضرتك كده: اما ايهما اطول؟ ان ايهما اطول؟ الغنه ولا حرف المد؟ اللي هو عباره عن حركتين. الغنه اطول فهي تزيد عن الحركتين، لكن ده مقياس موجود بالفعل بيقاس به المدود، فاستخدمه العلماء للتقريب. واللي بأكد برضو كلام حضرتك يا مولانا ان اصلا مقدار الحركتين هذا يزيد وينقص على حسب رتم القارئ بالنسبه للمدود كمان، التون اللي شغال بيه القارئ. تمام. يعني اللي بيقرا مثلا قراءه زي قراءه الشيخ الحصري. نعم. قراءه مجوده، قراءه يعني متسمه بالعرض الطويل. تمام. اللي هي بيسموها المعلم. تختلف عن قراءه المرتل. تمام. تختلف عن قراءه الحدر. تمام. وكل فيه مقدار المد، الحركتان يختلف. تمام. هذا عن ذا. احسنت. فزي ما قلت لحضرتك هذا مقدار نسبي، يعني بنبسط فيه للمستمع حتى. انا بوضح بس مش اكتر، مش بعترض على كلامك. ربنا يبارك فيك يا حبيبي. طيب ايه تاني في الايه؟ الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها. طبعا هنا تعطيش الجيم، زوجها. تمام. وبث منهما رجالا كثيرا، نفخم الراء جيدا، كثيرا. تمام. ونساء. وهنا ملحوظة دقيقة جدا يا مولانا. نعم، تفضل. نحن نتكلم حين نتكلم عن المد المتصل نقول بأن المد المتصل فيه أربع وخمس حركات. ده لحفص من طريق الشاطبي. نعم. ويزيد ست حركات عند الوقف إذا كان متطرفا في نحو الماء
والسماء والعلماء وغير ذلك. طب خليني بس هجي يعني اترجم متطرفا دي لحسن تفهم خطا، ما انا لسه تفهم من التطرف، انا لسه جاي لحد كلامه. فهنا في هذه الكلمه مثلا الهمزه متطرفه، فلكن اذا وقفنا عليها نبدل التنوين الف. ما انا عايز اوضح كلمه متطرفه. تمام. انت مش بتديني فرصه يعني ايه، مش عايز اقول كلمه متطرفه ديت، نقول ايه اذا كانت الهمزه ها اخر الكلمه وموقوف عليها. اصل كلمه متطرفه ديت يعني احنا دايما يعني 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 بقى مصطلح دارج، كلمه تطرف دي مقصود بيها ارهاب. احنا مش عايزين ندخل ارهاب على القران. تمام. فالمقصود بيها هي الهمزه في اخر الكلمه الموقوف عليها. اذا كانت في اخر الكلمه الموقوف عليها حقيقه وليس رسما، يمكن ان يكون موقوفا عليها لكن بعدها حرف يتولد عنها، مثل كلمة ونساء هذه منونة اللي هو التنوين، تبدل عند الوقف ألفا، فنقرأ تمام. ونساء هذه فيها أربعة وخمس حركات وليس فيها ست حركات، لأنها نعم. ليست في وبرضو ست حركات. أحسنت. وليس ست حركات برضو، ليس هذا باتفاق يعني من العلماء من قال الوصل كالوقف. هذا رأي من الآراء، أنا بميل ليه، أنا أقرئ به. هذا ليس من طريق الشاطبية يا مولانا. الشاطبية أربعة وخمس حركات، ستة لكل القراء من طريق. اقصد اقول ان انا ايه، ان انا لو قلنا ستة عند الوقف هذا راي العلماء، لكن لم يتفق عليه جميع العلماء. منهم من قال اذا وقفت تقف بمقدار ما تصل. يعني انت هتوصل باربعه تقف باربعه، هتوصل بخمسه تقف بخمسه، وهكذا. لكن ده رايي وانا بميل ليه، لان احنا على اجتماع سببين. لا مشكلة. وانت ده اللي كنت هتقوله صح؟ صح كده؟ انا فقط اريد ان انبه هنا يا مولانا على ان هذه الكلمة ليس فيها ست حركات على رأي هذا او ذاك، لانها تمام. ليست متطرفة. ليست في اخر بس. الكلمة لو تطرفت. طيب ليست متطرفة بمصطلح نحن اهل التجويد. طيب ماشي، لو كانت في اخر الكلام يبقى لينا فيها ست حركات، لكن هنا ما ينفعش غير اربعة وخمس حركات. اربعة وخمس حركات. وخلينا نتفق ان المشهور اربعة. صحيح. والخمسه دي فويقات ولا يقرئ بها الا ايه، الا قليل. احسنت، ربنا يبارك فيك. في حاجه ثانيه في الايه، واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام، ايضا تفخيم الراء. نعم. وايضا نلاحظ هنا الاعتناء بترقيق الهمزه، لانها جاورت الراء مفخمه. تمام. قد يقراها البعض والارحام. تمام. والارحام، فنقرا والارحام، ان الله كان عليكم رقيبا، كما تكلمت حضرتك في البدايه، تفخيم القاف تفخيما نسبيا. تمام. وعدم سنت. الخوف وعدم ال هذا يعني ما خافش ان انا يعني ابدلها بكاف. نعم. فنقرا رقيبه وليست مرققه، انما مفخمه تفخيما نسبيا. ولا اقول رقيبه. صحيح. لان يعني في ناس بتبالغ قوي، وانت اكيد بتسمعهم ممن يقرؤون عليك. طيب انا بقى ليا تعليق برضه، لازم في كل ايه كده تعليق واحد بس لو تسمح لي. ده برنامج حضرتك. ربنا يحفظك حيرونا فيه. انا عايز استفيد بس من وجودك، يعني انت معلم للقراءات، القران والقراءات، فانا حابب ان الحلقه دي يبقى فيها برضه تفصيل للاخطاء الشائعه، لان انت بتسمع كتير، بتقرأ تقريبا، بتجلس للقراءه فتره طويله جدا زي حالاتي كده، فاحنا خلينا ايه برضه يبقى فيها فائده لمشاهدينا الكرام. هذه الحلقه. صحيح. تمام. واذا تبقى وقت يبقى ناخد اتصالات. طيب. انا هقول على خطا برضو انبه عليه كثيرا في هذا البرنامج، لكن التكرار بيعلم مين؟ بيعلم الشطار. يا بلاش الشطار دي، الله يكرمك. يعني خليها، طب نقول التكرار يعلم الابرار. ماشي. لان الشاطر قطع طريق. تمام. لكن عند المشهور يعني. صح كده، المشهور. يا ايها. انا عملت ايه كده يا عم الشيخ؟ فصلت. يا ايها. وقفت، عملت سكت. عملت ده السكت ده تولد عنه همزه ساكنه. مش انا قطعت صوت ونفس؟ مشكله مركبه. يبقى انا شددت الهمزه. الهمزه تشدد في لغه العرب؟ ايها. لا، ولا في كلام العرب. ده الهمزه اكثر حرف توسع فيه العلماء في تسهيل، لان نطقه اصلا صعب. نعم. فكيف يشدد؟ ده اذا دخل فيه تسهيل الهمزه المفرده والتقاء الهمزات. نعم. صح كده؟ نعم. مش في لازم بتعامل معها. في بعض القراء لا ينطق لا ينطق بالهمزتين على التوالي ابدا. صحيح. صح كده؟ صحيح. ففعلا هي ثقيله، حرف ثقيل، وقيل انها اثقل الحروف الهجاء. وقيل ان الضاد اصعب حروف الهجاء. صح كده؟ صحيح. طيب يبقى احنا لو قطعت صوت ونفس قبل الهمزه المتحركه في اي موضع في القران، يبقى انا كده وقعت في تشديد الهمزه. يا ايها. تمام كده؟ صحيح. ماشي. ننتقل للايه التي تليها، الايه الثانيه من سوره النساء. واتوا اليتامى اموالهم. هذا وقف من قبيل الصالح، وانا دائما بقول بلاش نقف على الصالح. تمام. واتوا اليتامى اموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب ولا تاكلوا أموالهم إلى أموالكم. وقف حسن. تمام.
إنه كان حوبا كبيرا. وقف كاف، أنا انتهيت من الوقفة في الآية. أخطاء شائعة بقى في الآية دي، مليئة بالأخطاء الشائعة كسابق اللي بيقع فيها بعض الناس، اللي بيقع فيها بعض هي الناس. ليست فيها أخطاء. أنا دايما بنبه لهذا، أنا عارف أنت تقصد ده، بس أنا دايما بنبه عشان يكون حد لسه داخل دلوقتي بيفتح التلفزيون ماشي وبيشوفنا يقول لك أخطاء في القرآن. يا عم إحنا بنتكلم على الأخطاء الشائعة اللي بيقع فيها بعض الناس، وده من باب إن إحنا نبين هذا الأمر حتى لا يقع فيها في هذه الأخطاء أحد. نعم نعم. وأنا معايا بقى معلم القرآن، فإحنا هتقول لي بقى الأخطاء اللي بيقع فيها الناس كثيرة يعني. إن شاء الله. وآتوا اليتامى أموالهم ولا تتبدلوا هنا تاءً. تمام. وهذه قاعدة، إذا التقى حرفان متماثلان يعتنى بكل منهما. تمام. لأن بيتوسع أيضا العلماء في سواء كان في تسيريهما إذا كانت همزة أو إبدالهما وغيره، وسواء كان ذلك بالإدغام. فلذلك في قراءة حفص نخلص التاء من التاء. ولا تتبدلوا، ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب. الخبيث تفخيم الخاء نعتني به أيضا، الخبيث بالطيب. يعني قصدك لو لو في عندي عندي حرفين متماثلين متواليين، سواء كان متحركان او يعني ساكنة. او ساكن أو ساكن ومتحرك، يبقى انا يعني احذر من ان انا اضيع حرف منهم. ده في كل الحروف مش في التاءات بس، مش تقصد هذا؟ ايوه صحيح. تمام. انا قلت هذه قاعده مطرده في كل الحروف المتماثله. تمام. اصل مطرده دي انا بقى انا اوضح يعني. نعم. تمام اتفضل. ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب، طبعا اذا وقفنا عليها نبين القلقله بالطيب. تمام. ولكن اذا وصلنا نبين ايضا تفخيم الطاء بالطيب. ولا تاكلوا اموالهم الى اموالكم. انه ايضا الغنن ايضا نسويها كما سبق، انه كان حوبا كبيرا، همس الحاء، انه كان حوبا كبيرا. وهنا ملحوظه هامه يا مولانا. تفضل. بعض الناس يظنون ان الصفات سواء كان في الهمس مثلا او في القلقله او في غير ذلك انما تلازم الحرف في حال سكونه فقط. يعني الصفة تأتي الحرف على سكونه، بعض الناس يظنون ذلك. لذلك أنا أنبه دائما أن الصفة منها أن الصفات منها ما هو لازم ومنها ذاتي ومنها ما هو عرضي. تمام. لكن معظم الصفات لازمة. لازمة. اللهم إلا التفخيم والترقيق. التفخيم مثلا قد يلازم الحرف في بعض الأحيان. لكن الحروف المفخمة قولا واحدا ما هي مفخمة. مفخمة دائما. تمام. مرققة قولا واحدا مرققة دائما. إلا بعض الأحرف تنبه عليه العلماء. اللي هم الثلاث أحرف اللي هم الألف المادية والراء واللام. وكتب التجويد تعرضت لذلك، لكن هنا كل حرف له صفة فإنما تلزمه هذه الصفة، لكن حال نطق الحرف ساكنا يعطى الحرف مقدار زمني أطول في حال نطقه. يعني إذا أنا نطقت بالحرف المتحرك زمنه أقصر من النطق بالحرف الساكن. نعم. لذلك الوقوف على الحرف يكون بالسكون لأنه راحة للقارئ. تمام. تمام. فهنا تظهر أكثر الصفة، وليست ولسنا نقول بأن الصفة موجودة في الساكن وليست في المتحرك. أنا معك في هذا، أن صفات الحرف تتجلى في الحرف في حال سكونه وتكون ظاهرة واضحة جلية. هذا ما ويستطيع القارئ، من عارف لا ده أنا هقول حاجة تانية. ويستطيع القارئ في هذه الحالة أن يمكن للصفة حتى يعني إيه؟ يعني في صفات ممكن أنا أمكن ليها وممكن أتراخى في تمكين الصفة فأنتقل لمخرج حرف تاني بسبب. صحيح. لكن أنا طيب دلوقتي في صفات عندي ثلاث صفات. هذه الصفات لا تكون في الحرف إلا في حال سكونه فقط. مثل ماذا؟ تسمع كامل أقول لك؟ اللهم صل على النبي عليه الصلاة والسلام. اللي هي صفة الزمن شدة وتوسط ورخاوة. تمام. الحرف المتحرك من الشديد او من المتوسط او من الرخو في حال الحركه زمن وزمن الحركه فمالوش زمن، لكن الثلاث صفات في حال السكون لها ازمنه مختلفه. اما اقول ال اس يبقى انا عندي الزمن بايه، طب اجي بقى اقول الهمزه المتحركه اقول ايه، ا لا س كلهم متساويين في الزمن. خالفني انا ما عندي مشكله. ما فيش مشكله. لا هو هذه القاعده مولانا تكلم فيها علماء الاصوات وفعلا يعني اثبتوها بالاختراعات الحديثه وكذا. ان الحرف الساكن عموما زمنه اطول من الحرف المتحرك. هذا اصلا قد لا ينتبه اليه هكذا. يعني لا انا اتكلم عن حاجه محدده. انا اتكلم مع معلم قران وقراءات. فيعني ايه، بص يا شيخ بلال، المقصود من الحوار هو افاده المشاهد. بلا شك. تمام متفقين على ده؟ انا بقول لك دلوقتي انت في حال حركه الحرف ينفع اعمل فيه رخاوه؟ استحاله.
لان رخاوه دي زمن صوت. ينفع ان انا في زمن الحرف المتحرك المتوسط امشي فيه الصوت اقل من زمن الرخاوه؟ طب ينفع ان انا في حال الحرف الشديد ان انا اقطع الصوت اما اقول انا ما قطعتش الصوت. امنوا صح كده؟ لكن اقول السماء لازم اقطع صوت. نعم. مقصود كلامي ايه؟ ان الصفات الثلاث هي الصفات الوحيده التي لا تتحقق الا في زمن السكون فقط، في وقت السكون فقط للحرف. لكن اذا تحرك الحرف تساوي، لكن كل الصفات الثانيه همس جهر دي ملازمه للحرف. عندنا كمان مثلا زي صفه الاستعلاء، صفه الاطباق، كل الصفات دي تتحقق في الحرف في كل حالاته، لكنها اظهر في السكون. ايوه اظهر في السكون فقط، هذا ما نريد ان نقول. لكن أنها أظهر لكن الحروف، لكن قصدي الصفات الثلاث دي ثابته في حال السكون فقط، لا تثبت في حال الحركه. يعني ينفع انا اقول سا على سين السين رخوه، تقبل مني هذا؟ هتقول لي انت زدت مد. صحيح، لانك زدت زمن الحركه فولدت من الحركه ايه؟ حرف مد. حرف مد صحيح. تمام؟ طيب انه كان حوبا كبيرا تفخيم الراء تفخيما كاملا، وايضا وقع بعدها الف فتكون في اعلى مراتب التفخيم. تمام. هكذا كبيرا. تمام، انت ما شاء الله عليك. انت بص يعني ايه ما شاء الله عليك، اولا سمتك طيب ما شاء الله، وبتتكلم بلغه طيبه وعندك علم تجويدي ما شاء الله واضح. فانا لما اتناقش معك في هذا انا قلت لك المقصود في اخر المطاف هو الفائده. صحيح. تمام صحيح، بس مش اكتر من كده. بارك الله فيك. ننتقل للايه التي تليها ان شاء الله، الايه الثالثه. وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع. وقف حسن. فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم. حسن. ذلك أدنى ألا تعولوا. كافي كاف وقيل تام. يبقى عندي ثلاث وقوفات في ايه؟ بدري. راس الايه بين الكاف والتام. طيب الايه بقى الاخطاء الشائعه. وان خفتم الا تقسطوا في اليتامى، هذه تقسطوا مشكله. حسنت. يعني السين وقعت بين جبلين، وهي يعني السين مرققه. تشبيه جميل. نعم. بين القاف التي هي مفخمه ومقلقله، وبين الطاء التي هي مفخمه ومطبقه. تمام. فنعتني جدا بقراءه السين تقسطوا، وايضا بتفخيم القاف مع قلقلتها وتفخيم الطاء مع اطباقها. وان خفتم الا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم، ايضا الطاء في اعلى مراتب التفخيم، فانكحوا ما طاب، ونمكن الواو حرف المد. هذا مد طبيعي، لكن في بعض الاحيان نسمع ان الناس يعني يخطفون المد خطفا فلا ياتي بمقدار الحركتان كما نقول. مصطلح الخطف ده اكيد بتسمعه، يعني انا ما اقول لحد مثلا ايه ما تريحش على الحرف يقول لي اخطفه يا شيخ. تخطف ايه يا عم الحاج؟ هو القران فيه خطف؟ والله صح، مش انت بتسمعه ده؟ بسمع. صحيح. يقول لك اخطفها يا شيخ. قول له لا يا عم الشيخ، ما فيش عندنا خطف في القران. نعم. تمام. فانكحوا ما طاب لكم من، ايضا الغنه هنا مقدار حركتان، ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع. هذه العين من صفاتها التوسط، لا هي شديده ولا هي رخوة أو رخوة، لكن وسط بين الاثنين، فنقرأ هكذا ورباع ورباع. وبعض العلماء يسمون هذه بعبعة العين. أحسنت. مثنى وثلاثة ورباع. فإن خفتم ألا يقول لك بعبعة العين وبعبعة الحاء. صحيح. نعم. فإن خفتم ألا تعدلوا، همس الفاء. خفتم ألا تعدلوا، أيضا العين كسابقتها. نعم. فواحدة أو ما ملكت أيمانكم، همس التاء، ولكن لا نبالغ في همس التاء كما نقول دائما. إن بلغنا في همس التاء تولد عن التاء سينا. حالة لسه موضح إن التاء يعني فيها همس والسين فيها همس، فإذا أنت أعطيت التاء همسا زائدا تولد عنها حرف السين. يعني يقرأها إزاي الخطأ؟ اديني الخطأ. أو ما ملكت أيمانكم. أو ما ملكت أيمانكم. يبقى أنت كده جبت حرف تاني خالص. حرف تاني خالص متولدا عنه أصلا. تمام. أصبح الحرف حرفان. يعني متولد من الصفة، يعني أنا الصفة عشان أبين الصفة لمست لطشت في مخرج تاني. وهنا نقول ان طرفي قصد الامور ذمين، يعني لا هو مبالغه ولا هو تقليل. الوسط حلو يعني. طبعا. نعم. الوسط، نحن امه وسط. نعم. في كل شيء، حتى والتجويد حتى والله العظيم يعني. وسط صحيح. يعني انا ضد تماما التشدد في التجويد وضد الترخي في موضوع التجويد. نعم. ده في القراءه. ولولا التجويد يا مولانا يعني سبحان الله، يعني مثلا يمثلون دائما في الاعجاز العلمي او الاعجاز القراني في
في من خلال التجويد. يقول مثلا نقرا الايه مثلا بتاعه سوره هود، قيل يا نوح اهبط بسلام منا وبركات عليك وعلى امم ممن معك. تمام. يعني اذا اردنا ان نقرا هذه الحروف بهذا التوالي الموجود في الايه بدون قواعد التجويد التي فيها ادغام وغنه وكذا، سيصبح الامر صعبا جدا. تمام. بل يصبح يعني على اكثر الناس متعسرا ان ينطقوه. يعني الادغام هنا بيضبط معايا الدنيا خالص، الغنه. لكن انظر بعد ان ادخلنا قواعد التجويد في هذه الكلمه كيف اصبحت في وفي امم ممن معك. تمام. غنه وصوت لذيذ وكلها ميمات. نعم. ويسمع واصلا ايضا ويستمتع المستمع بقراءته. معرفش انا تاويلي ده صح ولا لا لحديث النبي صلى الله عليه وسلم. تمام. ليس منا من لم يتغنى بالقران. هذا حديث ضعيف يا مولانا. ولو كان ضعيف ولكن يؤخذ به في فضائل الله. يعني على اساس احنا بنتكلم تحسين الصوت وفي في ما يقويه من احاديث. يعني خلينا نتكلم عن اوتيت مزمار من مزامير ال داود. نعم. لكن الحديث ده بالذات يعني لكن ده مشهور جدا، اقصد ان بيستشهد به. نعم. في ايه؟ في المقامات، الاقراء بالمقامات وبالتغني وبال. نعم. بيؤخذ في غير موضعه. نعم. والمقامات. بيوت اول. تمام، احسنت. لكن احنا لو هناخذ هذا الحديث، لو يعني لو الحديث ده يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، انا يكون معناه كذا. معناه ايوه، يكون معناه ايه؟ معناه انا ليس منا من لم يطبق الاحكام التجويديه حال قراءه القران. الامام السخاوي في بدايه كتاب فتح الوسيط شرح القصيد. نعم. تكلم في هذا الحديث بالذات وأطال النفس فيه جدا. نعم. فذكر أن معنى هذا معنى ليس منا من لم يتغنى بالقرآن، ليس منا من لم يستغني بالقرآن. وذكر أدلة كثيرة على ذلك. مين ما ذكر؟ قصده يستغني يعني. نعم. من لم يستغني. نعم. دخل أحد التابعين على سيدنا سعد بن أبي وقاص وعنده متاع قليل من الدنيا. نعم. فنظر إليه وقال يا صحابي رسول الله وكذا، فقال قال النبي صلى الله عليه وسلم ليس منا من لم يتغنى بالقرآن. ليس منا من لم يتغنى بالقرآن، يعني يستغني بالقرآن عن الدنيا، عن غيره. وذكر من كلام العربي ما يدل على ذلك. لكن المقصد مولانا ليس الاعتراض على ذكر هذا الحديث، ولكن الاعتراض على معنى الحديث الذي يساق في غير موضعه. بالضبط كده. لان اي حد دلوقتي بيقرا ده في بيقراه دلوقتي خلف العود، يعني يبقى العود شغال. صحيح. انا يعني قدرا كده لقيت سوره يوسف بتقرا على العود في 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 بشكل غناء. الايات ايات ايات، مش هقول لك انا حضرتك بياتوا ببعض الالفاظ، لا ده الايه كامله. نعم. تقرا بمصاحبه النغم الموسيقى بالموسيقى يعني. نعم. فعايز اقول لحضرتك ما حد يتكلم يقول لك ايه، يقول لك ليس منا تغني. التغني ده يجي منين؟ التغني ده بيجي من الالات ومن المقامات. صحيح. ومن يا عم الشيخ، لا خالص خالص، ده القران جميل لا يحتاج الى تجميل. صحيح صحيح، جميل في نفسه. نعم. لا يحتاج الى من يجمله، واحنا نحتاج للموسيقى ومقامات عشان خاطر نجمل القران. صح. ده هو لوحده يعني. عشان عايز اقول لحضراتكم على حاجه برضو كمان، ويمكن الشيخ بلال يوافقني على هذا. هذا منقول عن سلف القراء، ان الكثير من القراء اللي ذكرت القراءات باسمائهم، كثير منهم ومن التلاميذ ما كانوش حسنين الصوت، ما كانش يعني. صحيح. وكان يبكي من يصلي خلفه من خشوعه. ايوه، لان احنا اصلا المفروض نعيش. معلش انا طولت في النفس في الموضوع، عشان لما بيجي الموضوع دوت انا يعني لازم ما بعرفش اسكت يعني. فاسمح لي كمان ان انا اقول حاجه ثانيه كمان مهمه في الموضوع دوت، ان بنشوف في تراويح رمضان تلاقي حضرتك الشيخ ما شاء الله بيقرا قران صحيح، والمفروض تعيش مع الايات، تلاقي الناس عماله رجليها تلف على بعضيها وعايزه يخلص بسرعه الايات، بينما اثناء الدعاء اللي هو فيه مط وطلوع ونزول تلاقيه عمال يبكي ويصرخ كمان. يتاثر بالدعاء اللي هو من كلام البشر، تمام، ولا يتاثر بكلام الله. السبب في كده ايه؟ السبب ان اصلا النغم دوت بيخاطب الارواح برضه، يعني احنا ليه تاثير على النفس. فحبيت اقول بس الموضوع ده، لان انا ده بشوفه كتير جدا. والامر ده اصلا مما يجب علينا اصلا ان نفصله ونؤصله حتى يستميل للناس، لكن للاسف الناس عندها علم ومعرفه، لكن المشكله عندنا في هذه الفجوه التي بين النظريه والتطبيق. نعم، احسنت. والله المستعان. ننتقل الايه التي تليها؟ ان شاء الله. ان شاء الله، الايه الرابعه. واتوا النساء صدقاتهن نحله وقف كافي. فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا وقف حسن. مع انه راس آية لكنه وقف حسن.
اتصال المعنى بعدها. المعنى متصل. تمام؟ نعم. طيب يبقى انا عندي وقفين هنا. ايه الاخطاء الشائعه؟ واتوا النساء صدقاتهن نحله، هنا نقرا بضم الدال. تمام. ونحقق هذا الضم جيدا، ليست مثل قوله تعالى انما الصدقات. تمام. وان كان هاتان الكلمتين يعني جمع لصدقه. تمام. بالضم او بالفتح او بالاسكان، لكن هنا نركز على ضم التاء، واتوا النساء صدقاتهن. مش صدقاتهن. لا. وان كان هذا يصلح في غير القاف. لا يصح في لكن اظن ان هو هنا في الايه بضم صدقاتهن، وتفخيم القاف تفخيما كبيرا لانه في اعلى درجات التفخيم. صدقاتهن. عشان جاي القاف مفتوحه بعدها الف. وبعدها الف. اعلى درجات التفخيم القاف الحرف المفخم اذا كان بعده الف. تمام. نحله همس الحاء، نركز على همس الحاء. نحله وهمس الهاء ايضا. هذه التاء تاء التانيث اذا وقفنا عليها تقرا هاء وتهمس همسا جيدا كما نهمس في الحاء. نحله. لان لو ما طلعتش معايا الهمس لو ما بانش هيطلع الحرف اصلا. والحرف لو ما طلعش تبقى مصيبه. مصيبه كبيره. مصيبه مش هنا. نحله ماشي يعني ممكن تغير المعنى، لكن في لو هاء بقى ضمير تبقى مصيبه لو سقطت هاء الضمير. لعاد الضمير على المتكلم. صحيح. ودي مصيبه ثانيه. صحيح. صحيح. زي ايه؟ زي فتاب علي. لا اله الا الله. هي فتاب علي. فتاب علي. لو الهاء ما طلعتش هنا تبقى مصيبه يعني. وبعدين فتلقى ادم يعني هنا مولانا اصلا المفروض ان نركز على مثل هذا ايضا، ان الناس تظن ان التكلم في صفات الحروف ومخارج الحروف امر يعني ثقيل ثانوي او ثقيل او كذا، لكن الاصل ان هذا اصلا هو لب التجويد. نعم. هو اصل التجويد ان تعرف مخرج الحرف، ميزان الحرف، وتعرف صفه الحرف. وقال كده ابن الجزري في بدايه المقدمه. نعم. نجيب المقدمه بس كده، اول الابيات. يقول راجع عفو رب سامعي محمد بن الجزري الشافعي، الحمد لله وصلى الله على نبيه ومصطفاه محمد واله وصحبه ومقرئ القران مع محبه. وبعد، ان هذه مقدمه فيما على قارئه ان يعلم، اذ واجب عليهم ومحتمهم قبل الشروع اولا ان يعلموا مخارج الحروف والصفات. يبقى واجب ايه؟ أن محتم. نعم. معرفه ايه؟ مخارج الحروف والصفات. يبقى انا ثم تطبيقها. يبقى عندي لابد. نعم. لابد من معرفه المخارج والصفات حتى يتسنى لي ضبط المخرج واخراج الحرف من مخرجه. بلا شك. وكمان الباس الحرف في الصفات. نعم. يعني الصفه دي مش حاجه بسيطه، الناس فاكراها بسيطه يا شيخ، واحنا يمكن تكلمنا في التجويد، وهنتكلم باذن الله تعالى بعد ذلك في الحلقه المخصصه للتجويد باذن الله تعالى. هنتكلم تاني على الصفات وهنراجع الكلام ده تاني. ليه؟ لان كتير من الناس ما يعرفش ان الصفه تميز الحرف عن الاخر. يعني صفات مميزه. صحيح. يعني كان شيخي يعني عليه رحمه الله، صلى الله عليه رحمه واسعه، كان يقول لي تخيل كده يا عم الشيخ، واحده ماشيه في الشارع لابسه لبسها كامل وحجابها ولابسه لبس محترم جدا وماشيه حافيه. تنتقد ولا لا؟ بلا شك. الصفات دي بمثابه الناقد. ليه؟ لانها لابد من اكتمال الحرف، والحرف لا يكتمل الا بتمكين المخرج وبإعطاء الحرف إيه؟ وعندنا كما هو معلوم بعض الحروف تخرج من مخرج واحد. نعم. فلا يمكن على سبيل التقريب. والحصر تقريب وفي الحقيقة لكل حرف بقعة دقيقة، إذ قال جمهور الورى ما نص لكل حرف مخرج يخص. نعم. لكن يعني ده على سبيل التقريب، عايز أقول على سبيل التقريب وليس على سبيل التحقيق. صحيح. تمام. يعني نحن نقول بمصطلح المصطلح المعتاد اللي احنا بنتكلم فيه على طول. مثل الطاء والدال والتاء من مخرج واحد مثلا. لا نستطيع ان نفرق بين هذه الاحرف الثلاثه. نعم. الا بصفات بصفات احسنت الخروج. احسنت. نعم. طيب ننتقل للايه دي خلاص ولا لسه ليك فيها تعليق؟ حضرتك خلصت الوقت الابتداء فيه؟ خلاص الوقت الابتداء. واتوا النساء صدقاتهن نحله. أيوة. كما نقول بضم الدال ضم الدال. تمام. والهاء كنا بنتكلم على الهاء. نتكلم عن هذه الكلمه. نعم. نحله. تمام. فان طبن لكم، تفخيم الطاء تفخيما كاملا. احنا ذكرنا منذ قليل أن الحرف إذا كسر أو كان ساكنا وقبله كسر وكان الحرف مفخما يفخم تفخيما نسبيا. هذا في كل أحرف التفخيم إلا في أحرف الإطباق، الصاد والضاد والطاء والظاء، فإن تفخيمها لا يبعض، تفخيمها دائما يظل تفخيما كاملا. هنا مثلا فإن طبنا، نلاحظ أن الطاء مفخمة تفخيما كاملا وليس تفخيما نسبيا كما حصل في رقيبا في أول آية. طيب ناخد آخر آية بقى عشان إيه مخرجنا بيقول لي، إحنا كنا يعني طبعا مفيش اتصالات، لكن مخرجنا بيقول لي خلاص عايزين نختم، فناخد اخر ايه معنا باذن الله تعالى عشان نقول وقفتها. ولا تؤتوا السفهاء اموالكم التي جعل الله لكم قياما وارزقوهم فيها واكسوهم وقولوا لهم قولا معروفا. الوقف الايه كلها فش وقف على راس الايه، ووقف كاف.
وقف ايه؟ كاف. واحنا وقفنا على احنا قلنا يا نقف على وقف كافي يا اما نقف على وقف ايه؟ تام. لكن مش هنقف على الحسن في ورد كل حلقه يعني. تمام؟ قول لي خطا واحد بس عشان نختم الحلقه. واتوا اليتامى اموالهم. ايوه. ولا تؤتوا السفهاء اموالك. الخطا الواضح الذي ينبغي ان ننتبه اليه الهمزتان. نعم. الهمزتان اذا تجاورتا وجب ان يعتنى بكل واحده منهم. تخرج كل واحده على حده. السفهاء اموالهم. السفهاء اموالهم. لابد من بين الهمزتين. ما قلتش السفهاء اموالهم. نعم. كده دخلت في التسهيل وده عند كثير من القراء. نعم. 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 بارك الله فيك. طبعا الحلقه يعني كانت ماتعه وبعتذر للمشاهدين الكرام على عدم قبول الاتصالات. انا شايف ان الفائده من هذا اللقاء يعني اكثر بكثير من موضوع ان احنا نصح خطا علشان لكن احنا معانا الحلقات كثيره باذن الله تعالى وخلاص احنا ما بقاش في فقط تجويد فبالتالي بقى معانا وقت كبير جدا لاستخبار اتصالات حضراتكم باذن الله تعالى. في نهايه الحلقه بشكر ضيف في الاستوديو الشيخ بلال السيد. نورتني وشرفتني يا شيخ بلال واسعد بك في لقاءات قادمه باذن الله. جزاكم الله خيرا. كما اشكر كل من شاهد هذه الحلقه وشكر خاص لفريق العمل ورئيس فريق العمل في هذه الحلقه اخونا الحبيب ايمن النبراوي بارك الله فيه وفريق العمل معه. والتقي بحضراتكم باذن الله تعالى غدا ان شاء الله ان قدر الله لنا البقاء واللقاء قبل هذا الموعد بساعه انتظرونا. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. يهدي الأرواح يشفي الأتراح هذا القرآن نور وضاح. يهدي الأرواح يشفي الأتراح هذا القرآن نور وضاح. جمال بيانه فينا يروينا ويحيينا.